حاضر اليوم، مساءك ناموس بوسعيد، مساءك ولا أروع اليوم مع هذا الشوط الرئيسي المفتوح الذي حققه الشعار السيلاوي. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. تتواصل منافسات هذا المساء وأشواطه الرئيسية، أشواط الذهب، أشواط الرموز الغالية ضمن هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. على بركة الله مشاهدين الكرام، ينطلق ثالث أشواطنا، شوط خاص بالزمول العمانيات، شوط مفتوح بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. على بركة الله مشاهدين الكرام، تنطلق هذه الأسماء باحثة عن الخنجر، الخنجر الذهبي زايد الرنج روفر في الانتظار للفائز بالمركز الأول. أبدأ مع البداية، أتابع الصدارة، أتابع أول المراكز، مناور هنا على البداية لهجن الشحانية. ينطلق مناور بتضمير جابر بن سالم بن فاران، يتقدم على أول المراكز، بينما أتابع معارك القادم مع ثاني الأسماء لهجن الشحانية بمتابعة والتضمير المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما أتابع القادم في هذه اللحظات وصول من بصيحان يصل مع ثالث المراكز لهجن الشحانية. يتواجد بصيحان بثالث الأسماء ويتابع في التضمير محمد بن خالد العطية، بينما أتابع وصول من هزام لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية مع رابع المراكز وخامس الأسماء. الجانب الآخر وصل زاهي لهجن الشحانية، يتابع في التضمير جابر بن سالم بن فاران. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام الخمس الأولى في هذا النداء، في هذا التحدي، في شوط الخنجر، خنجر العمانيات، خنجر الذهب. الله 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 يا البداية والصدارة. أتابع البداية، أتابع الانطلاق مع مناور على الصدارة. مناور يبدأ هذه المناورة، يتقدم في هذه اللحظات مناور لهجن الشحانية ويتابع في التضمير الشبل جابر بن سالم بن فاران هنا على البداية، بينما أتابع معارك القادم مع ثاني المراكز لهجن الشحانية ويتابع في التضمير محمد بن خالد العطية. الله يا المشاغب، يتواجد ينطلق مع معارك في هذه المعركة، معركة الخنجر، معركة الذهب. ولكن أتابع القادم في هذه اللحظات، وصل زاهي لهجن الشحانية، يتقدم زاهي، ينطلق بشعاره الزاهي القادم مع ثالث المراكز بمتابعة جابر بن سالم بن فاران. يقدم زاهي، بينما أتابع مصيحان قادم في هذه اللحظات، يتقدم مصيحان لهجن الشحانية يحمل هذا اللواء الشعار لدعم. يتقدم مصيحان بمتابعة محمد بن خالد العطية، يقدم بصيحان مع رابع المراكز. وصل هزام. الله الله، قادم هزام مع خامس الأسماء لهجن الشحانية ويتابع في التضمير محمد بن خالد العطية. هذه الأسماء، هذه التحديات لخنجر الزمول العمانيات. الله الله
الله الله يا الخنجر، خنجر غالي، الكل يتابع هذه الأشواط، الأشواط الرئيسية في مسك ختام هذا المهرجان، ولكن العودة هناك مع البداية. مناور مناور يناور ينطلق في هذا المسار، المسار الأول مناور لهجنة شحانية ويتابع في التضمير الشبل جابر بن سالم بن فاران يقدم مناور هناك على البداية والصدارة، ولكن معارك يدير المعركة يتقدم. الله 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 يا المشاغب، هناك مع معركة الكبار يقدم معارك بشعار هجن الشحانية مع ثاني المراكز محمد بن خالد العطية، ولكن أتابع الأسماء أتابع الشعارات. الله يا القادم أتابع التقدم، وصل هزام هزام لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية يتقدم مع ثالث الأسماء، بينما أتابع مصيحان مع رابع المراكز وتقدم في هذه اللحظات. هنا من زاهي زاهي لهجنة الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران يقدم زاهي، وهناك مصيحان مع خامس الأسماء بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية في هذا الشوط في هذا التحدي. الله يا الخنجر، الخنجر مشاهدين الكرام، خنجر الذهب، خنجر العمانيات بين هذه الأسماء بين المضمرين. الله، ولكن أتابع قالط، وصل قالط أحد الأسماء القوية يتقدم في هذه اللحظات، قالط لهجنة الشحانية ويتابع في التضمير محمد بن خالد العطية. الله يا الأسماء بدأت تقترب، وهناك كفو يتقدم في هذه اللحظات لهجن الشحانية. الله 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 يا الأسماء، ولكن أعود مع الثنائية، أعود مع مناور، مناور على الصدارة لهجن الشحانية ويتابع في التضمير جابر بن سالم بن فاران، ومعارك هناك معارك يلازم مناور على الصدارة في هذا الانطلاق في هذا التحدي. الثنائي هناك مناور ومعارك، معارك لهجنة الشحانية ويتابع في التضمير المشاغب محمد بن خالد العطية قادم في هذا التحدي. ولكن الله بدأت التحركات، بدأ زاهي بالاقتراب، بدأ بالتحرك نحو الخنجر، نحو الخنجر زاهي لهجنة الشحانية ويتابع في التضمير جابر بن سالم بن فاران القادم مع ثالث المراكز، بينما أتابع قالط هنا مع رابع الأسماء يتقدم في هذا الشوط القادم بهذا الشعار لدعم شعار هجن الشحانية، وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. وهنا هزام لهجن الشحانية قادم مع خامس الأسماء بهذا الانطلاق بهذا التحدي. الله الله، وهنا هناك مصيحان لهجنة الشحانية بتضمير وإدارة محمد بن خالد العطية، ولكن شوف القادم وصل كفو لهجنة الشحانية ويتابع في التضمير سالم بن فاران المري يتقدم في هذه اللحظات. ولكن أعود إلى التحدي، أعود مع الانطلاق مع مناور والخنجر، الخنجر الذهبي مع مناور هناك مع البداية والصدارة. مناور لهجنة الشحانية ويتابعه يضم جابر بن سالم بن فاران، الشبل يتابع هذا التقدم، يتابع مناور على البداية والصدارة، ولكن معارك يدير المعركة إلى هذه اللحظات. القادم مع ثاني الأسماء لهجنة الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية القادم في هذا التحدي، ولكن شوف زاهي بشعاره القادم مع ثالث الأسماء لهجنة الشحانية جابر بن سالم بن فاران يتابع في التضمير يقدمه في هذا الشوط. الله يا زاهي
الزاهي قادم نحو الرمز نحو الانتصار. وهناك أتابع رابع الأسماء، أتابع هزام لهجنة شحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية القادم مع رابع المراكز، وأتابع الأسماء، أتابع قالط لهجنة شحانية قادم مع خامس المراكز بمتابعة محمد بن خالد العطية. ولكن الله، شوف القادم، وصل كفو، وصل الذهبي هنا مع كفو، كفو لهجل الشحانية، ويتابعه الذهبي سالب بفرار المري. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود مع مناور على الصدارة. مناور مشاهدين الكرام، بدأنا بالاقتراب ومناور معارك، ومناور ولكن معارك في شوط المعارك في أم المعارك. الله الله، معارك لهجن الشحانية. الله يا المشاغب، الله يا المشاغب، يقدم معارك. ولكن شوف القادم، وصل هزام القادم في هذه اللحظات نحو الخنجر بالإضافة إلى الرنج روفر فوج. الله 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 يا القادم، الله يا التحديات، خنجر الذهب الله مع الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير. المعارك مع الصدارة لهجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية، يقدم معارك مع الصدارة. ولكن زاهي قادم، وصل هزام لهجن الشحانية القادم مع ثاني المراكز بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. غادر بالخنجر، غادر بالذهب. الله يا أبو خالد على هذا الأداء، الله على هذا الانطلاق. هنا هجن الشحانية الشعار لدعم ثنائية بقيادة العطية. الله، معارك وهزام، هزام ومعارك في أم المعارك. الله يا معارك، غادر وخطف الخنجر، خنجر الذهب. سجلوه مع معارك الذهب مع معارك. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، ومشكور يا المشاغب من قدم لنا معارك في شوط الخنجر. خنجر العمانيات يسجل مع معارك مع شعار هجن الشحانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والقائمين عليها، والتانية للمشاغب محمد بن خالد العطية. من انتزع الخنجر، خنجر العمانيات. ثاني المراكز وصل هزام لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية. ثالث المراكز وصل زاهي لهجن الشحانية بأيضا تضمير جابر بن سالم بفرام. بينما وصل في رابع المراكز مشاهدين الكرام، وصل طماع في رابع المراكز لهجن الشحانية، وخامس المراكز وصل مناور لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة، هكذا كان الخنجر، هكذا كان الذهب، ذهب مع معارك في أقوى معارك الزمول العمانيات. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتانية للمشاغب محمد بن خالد العطية. من قدم لنا معارك في هذا الشوط في خنجر العمانيات؟ تابعنا التحدي والمنافسة حتى اللحظات الأخيرة، واستطاع معارك أن ينتزع خنجر العمانيات، استطاع أيضا المشاغب أن يحضر أيضا معارك في هذا الشوط لينتزع الذهب. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتانية لمحمد بن خالد العطية. من قدم لنا معارك وهزام ثنائية في شوط العمانيات. هنا التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام ولحظة الوصول 12 دقيقة 36 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنئة للمشاغب محمد بن خالد العطية. هزام وصل في ثاني المراكز ب 12 دقيقة 38 ثانية و 57 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، كما نهني أيضا
المشاغب محمد بن خالد العطية من قدم لنا هذين الاسمين في هذا الشوط، في شوط الخنجر العمانيات. وصل في ثالث المراكز زاهي ب 12 دقيقة 45 ثانية 65 جزء من الثانية. تهانينا والناموس